أخبار اليوم. النهاردة أنا في فيلم عاصمة جهنم، أنا مبسوطة أن أنا فيه وبشارك فيه مع المخرج الجميل خالد متعوع والفنانة الجميلة هندية بعد عودتها من الاعتزال، وأنا مبسوطة جدا أن أنا معاكم. أنا طالعة في الفيلم صديقة للبطلة اللي هي هندية، وطالعة باسمي برضو بارديس، وطالعة في قلب الفيلم بجسد شخصية أني أنا بشدها للرذيلة وحاجات كده في قلب الكباريه. وبيتكلم الفيلم عن أن مبابة منطقة فيها ناس جدعان وناس جميلة وشعبها شعب طيب وكويس، بيرد على الإساءة اللي حصلت في الفيلم اللي فات. فالفيلم بيجسد شخصيات جميلة جدا إن شاء الله تعجب الناس كلها. يمكن برديس انت فنانه سعوديه ونجمه سعوديه ومعاكي هنديه برضه نجمه سعوديه، قولي لي بقى الروح عامله ازاي؟ احيانا ما بيكون في نجمتين من كادر واحد في الفن فبيبقوا في منافسه، هل في احكي لنا بقى كواليس عشان نقول للناس الروح عامله بينكم ازاي؟ والله عايزه اقول لك المثل اللي بيقول عدوك ابن كارك، لا طبعا خالص، لا مش كده، لما طلبتني ان انا اكون موجوده معاها في الفيلم. هي اللي رشحتك يعني؟ طبعا هي، انا بصراحه فرحت بحاجه زي كده لان هي فنانه كبيره وجميله وليها جمهورها برضو، فما فيش حاجة اسمها اني اتنين فنانات في قلبي فيلم يكرهوا على، بالعكس احنا لازم نتكاتف المصريين كلهم مع بعض عشان نبقى ايد واحدة عشان نعرف نشتغل في البلد الجميلة دي وفننا يظهر قدام الناس اللي هي بتحب الفن فعلا، مش اللي بتنتقد الفن بطريقة فيها سفاهة. وكل واحد بيقضي فنه بطريقة اللي هي عجباه، مش بطريقة الناس اللي هي بتحبه تتقبلها مش أعدائه، لأن ما فيش أعداء بتتمنى لحد الخير. بس تعليق إيه يا برديس على إن في منافسة بينك وبين الراقصة صافي نور؟ والله عايزة أقولك اللي يقولك قريبتها أختها كلام ده كله، لا خالص، هي زميلة لي عادي في الشغل، بل بالعكس هي كانت مع مدير أعمال اللي ماسكني أستاذ أحمد عليوة. عايزة أقولك ده يمكن من أشطر مديرين أعمال في مصر وكده، وبالعكس احنا ما فيش بينا وبين بعض أي أعداء، بس كل الموضوع هي من بلد وأنا من بلد تانية خالص. بس كده شايفة الراقصة بيفيد أكتر لما بتظهر في اعمال فنيه بتجسد دورها، ولا اما بتكون ليكي افراح وعملك بعيدا مثلا عن الادوار الفنيه، يعني انت بتروحي تحيي افراح، اني اللي بيبقى بيأثر ده عليه على فنيك؟ والله عايزه اقول لك انا من الناس اللي بتحب، يعني انا موضوع التمثيل بالنسبه لي لسه جديد، رغم انا مشاركه في كذا فيلم، ان شاء الله في اكتر من فيلم نازل الايام الجايه، بس انا موضوع ان انا فنانه استعراضيه ده في الاول والاخير انا ممتهناها، يعني انا بحب الرأس شرقي، انا معايا من تعتبر من اكبر الفرق الاستعراضية في مصر، ويعني شغالة طبعا الحفلات والحمد لله قابلين في أماكن حلوة قوي في البلد أي حد يتمناها، الحمد لله يعني أنا مبسوطة بكده طبعا الحمد لله. برديس لسه البعض برضو بيبص لمهنة الراقصة أو عندنا لسه بنظرية مقاصرة شوية، بيعتبروها مهنة يعني مش زي المهن الممثلة أو باقي المهن الأخرى، شايفة تعليق إيه على الموضوع ده؟ نو طبعا، أقول لك بصراحة لو الرأس الشرقي عيب ما كانتش جت هنا الأجانب يعملوا مهرجانات في مصر بالملايين ويقعدوا هنا فترة طويلة عشان يعملوا مهرجانات، ما كانوش الغرب على مهرجان للرأس. طبعا يعني أنا إن شاء الله مسافرة قريب جدا استراليا، طالعة من استراليا على النمسا، طالعة عندي مهرجانات هناك، عندي حفلة في أسبانيا إن شاء الله قبل رمضان بكام يوم. فلو الرأس الشرقي عيب مش هيجوا من بره عشان يتعلموه هنا، بالعكس ده فن وحضارة، أنا بالنسبة لي شايفها ثقافة، بدليل إنك بتتعلميها تروح المدرب دانسر عشان تتعلمي الرأس الشرقي، فده مش عيب، عيب عند الناس اللي هي ما بتفهمش، اللي بتبص بعد ما بتشوف بتقولك عيب. لو اخترتي بين الرأس والتمثيل تختاري ايه؟ الرأس طبعا. الرأس يكسر. طبعا طبعا. قولي لنا برديس ايه سر الرشاقة، يعني اللي بتوجهيها نصيحة لكل بنت او امرأة تحب تحافظ على رشاقتها وجمالها؟ يعني بصراحة انا كنت في فترة اجازة كنت مثلا مليت شوية معرفش ايه، نزلت عملت نيولوك كويس من غير تجميل والكلام اللي الناس بتقول عليه ولا الكلام ده خالص، كل موضوع اني خسيت غيرت تسريحة شعري، ظبطت نفسي شوية مش اكتر، يعني جيم وكده. الرشاقة طبعا حاجة جميلة صحية للإنسان، والرأس الشرقي صحي جدا برضه. نصيحة برديس حياتها العاطفية؟
ما حدش والله حياتي العاطفية يعني شوية، لا يعني دي حاجة احتفظ بيها عن نفسي. اخيرا كلمة تحبي تواجهيها لكل جمهوري؟ احب اقول لجمهوري ان انا بحبكم جدا، اللي بيحبني بس واللي بيكرهني برضو ممكن كمان. انا مبسوطة قوي للناس اللي بتحبني، وانا كمان بحبكم جدا، واتمنى ما يكونش حد زعلان مني عشان انا بحبكم كلكم.